المساواة بين المرأة والرجل في العالم العربي وهم. يا سلام السؤال هذا. مع أو ضد؟ هي ضد، لأنه في ناس بتحترم المرأة عندنا يعني، وفي يعني مش لهالدرجة واصلين إنه ما في احترام للمرأة. بالعكس، إحنا يعني حتى عالمنا العربي وعاداتنا وكذا هي احترام المرأة، لأنه المرأة هي أمي وأختي وزوجتي يعني. جميل، هذا فيما يخص الاحترام. أنا أقصد المساواة، المساواة في الحقوق، المساواة في الرواتب، المساواة في المطالبات. هلا ما تطلعوناش ضد المرأة هلا؟ لا، في مساواة يعني. أنا شايف يعني المرأة في دول معينة ممكن، ولكن في الأغلبية يعني بتشتغل نفسها نفس الرجل، بفنانة، معلمة، يعني في مساواة، مش إنه مقموعة من مرة يعني كمان. ولكن في أمور إذا بدنا نحكي بصراحة يعني لهلا في نوع من الظلم عند المرأة، اللي هي أنا بديش أفوت كثير بالموضوع، ولكن بخصوص هذه قضايا الشرف يعني إحنا، أنا أصلا بعتذر لكل مرأة تعرضت للعنف بحجة الموضوع هذا التافه اللي هو الشرف اللي بتحججوا فيه، وصار كل ما يصير في إشي في مرأة أقول لك هذا شرف، هو موضوع لا له علاقة بشرف ولا غيره، علاقة بورثة، له علاقة بخلافات، ولا له علاقة بشرف. طيب.